فيش حد تاني عارف يدرس الشخصية غيري أنا. لا هو السكتشات بتاعتي كلها عن رسوم في القهوة، بتقرب منهم لكن تقدرش تمسح الحياة كلها حواليهم، فيبقوا هما لوحدهم. يعني هي زي النصية اللي بتشوف فيها الحياة، هي قهوة النصر في شارع عماد الدين عند نصية شارعنا، فهي تحتية بالضبط. المرأة هي اللي بتعرف الأسرار الأول، لازم تعرف السر تخش جوايا وخلاص تبقى بتاعتنا. الثقافة مضروبة، فعاوزة تصليح، محتاجة لإعلان أكتر ودعوة أكتر للمعرض وحضور المعرض زي كده. هو لازم يهتموا بالفنون اللي هي التشكيلية دي ويدخلوها جوه حياتهم، تبقى حياتهم مزدهرة بالسكتشات.